حبايب قلبي ايمي، النهاردة ان شاء الله هنعمل احلى كفتة في الفرن. وطبعا ده كيلو لحمة عليها ربع كوباية برغل منقوع ومصف كويس من المية اللي فيه، وملح والفلفل بتاعنا مفيش اي افتكاسات، وبصلاية نص بصلاية صغيرة مش اكتر من كده، وطبعا معايا الملح والفلفل ونص طماطماية وعصرة بصلايه مفرومه، هلمسها كده للحمه عشان تديها طعم حلو، ونبتدي ندخلها الفرن. واول ان شاء الله وما تطلع من الفرن هقوم ولع الفحمه الحلوه دي عشان اديها احلى ريحه. وقبل كل شيء طبعا معانا اللية بتاعتنا، هاخد مكعب حلو كده وهقعده في وسطها بحيث يديلها ريحه حلوه، وهندخلها الفرن ونسمي اللي. وطبعا معانا احلى شوية بقدونس طبعا لزوم الكفتة، ومعانا ان شاء الله بصلتين كبار حلوين عشان نعمل احلى طبق مكرونة، وهعمله باسلوب جدتي. ودي كيلو طماطم معصورة متصفية، ومعانا بقى ملك المكرونة برضو لية الخروف بتاعتنا، وبرضو معانا الشطيطة اللي احنا عملناها، ومعانا الملح بتاعنا، الفلفل بتاعنا، شوية قرفة صغيرين قوي، ومكعبين مرقة، ومعانا شوية الزيت. ونبتدي نحط الحلة على النار، نعلي عليها النار وشوية الزيت الحلوين، ونكسر مكعب ليا عشان نعمل احلى طبق مكرونه جدتي كانت بتعمله. تسيح بس ليا، وننزل عليها البصلتين المفرومين. وهننزل شوية البصل بتاعنا، طبعا هنستناه ياخد اللون المطلوب بتاعنا، وهننزل بالصلصة بتاعتنا اللي متصفية كويس قوي. لازم تاخد اللون المطلوب اللي هو يكون ذهبي شوية عشان طعم البصلاية ما يبقاش باين. لازم نقلب كويس كده، وكمان ريحة اللية روعة في قلب البصل، ما بالكوا بقى طعم المكرونة. كده بقى لونها جميل قوي. هننزل بالطماطم بتاعتنا، وطبعا
طبعا هننزل بالمكعب بتاعنا، تاني مكعب. هنحط شوية القرفة والملح والفلفل، طبعا عرست الشطة هننزل بيها دلوقتي حالا. بصوا معلقة جميلة تخلي الطعم تحفة. هنقلب التقليبة الحلوة بتاعتنا وان شاء الله يبقى احلى طبق مكرونة. وكده خدت التقل اللي انا عايزاه وهنقفل عليها. كده الفحمية بتاعتنا ولعنا عليها وسخنت، هنحطها على ورقة الألمونيوم الحلوة دي وهنقفل عليها كده عشان تاخد الطعم الحلو بتاع الفحم. وهنحطها هنا كده، وطبعا هنشتغل في المكرونة دلوقتي. نفتح على الصلصة، نبعد الورقة بس كده، وهنحط المكرونة بتاعتنا. طبعا دي سلقاها بالملح والزيت عشان تبقى مش ماسكة بعضها، كل حباية تبقى لوحدها. نقلبها بقى التقليبة الحلوة طبعا ريحتها جميلة قوي بسبب الليل، وهرسة الشطة طبعا هتخلي طعمها روعة. كده سخنت معانا، هنقفل عليها وهنبتدي نقدم الكفتة بتاعتنا. كده خدت ريحة الفحم، ونسمي الله. طبعا هي كلها ماسكة بعضها، حط الخشب عشان يبقى ستاند ليه.
طبعا مخليه ريحه الكفته الحته اللي انا حطيتها جميله قوي. حط واحده واحده كده، استوت وبقت حلوه قوي. وطبعا في الفاصل عملنا احلى طبق سلطه بالفلفل بقى زي الحاتي بالظبط. نعمل واحدة عكس واحدة كده، أهم حاجة الشكل والطعم طبعا. كده رصينا الطبق بتاعنا بقى جميل قوي. بصوا متحمرة، بصوا متفكش وجميلة. طبعا هنغرف الطبق بتاعنا وهنقدمه، واحلى طبق سلطة واحلى شوية كفتة واحلى طبق مكرونة بألف هنا وشفا. تعالوا افطروا معانا.